اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي ليله. وزي ما انتم متعودين معانا كل يوم سبت ما عندنا فقره صحفيه مهمه جدا مع زميله صحفيه واعلاميه بالتاكيد بتنورنا وبتشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي، الزميله الصحفيه والناقده الرياضيه باليوم السابع الاستاذه نورهان طمان. نورهان ازيك؟ عامله ايه؟ محمد عامل ايه؟ اخبار؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله حلو. طبعا من السبت الماضي للسبت الحالي مفيش جديد، مفيش جديد، يعني الاحداث الرياضيه متوقفه بسبب فيروس كورونا، لكن لفت انتباهنا جزئيه مهمه جدا، وكان في حوار مهم لساره عصام تحت عنوان ملكه ستوك سيتي المصريه. حوار نشر عبر موقع الاتحاد الدولي فيفا وفي تفاصيل مهمه. هبدا اتكلم معاك عن هذه الجزئيه لان كمان عندنا ملفات تانية هنتكلم فيها في الفقره النهارده، لكن اولا الحوار شفتيه ازاي واهتمام الفيفا بلاعيبه مصريه ووضع عنوان اساسي ليها كملكه ستوك سيتي المصريه في الدوري الانجليزي؟ بص انت يعني خلينا نتكلم في انه احنا قدام نموذج مشرف جدا لمصر وللكره النسائيه تحديدا. الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا شويه عن الكره النسائيه وعن التطورات اللي المسؤولين بيحاولوا ان هم يدخلوا بيها على المجال. يعني قدامنا نموذج مشرف، بنت قدرت ان هي مش بس تلعب كوره بحرفيه عاليه او بفنيات عاليه، لا دي كمان محترفه وفي نادي معروف، يعني حتى مش درجه ثانيه، لا نادي درجه اولى انجليزي طبعا على وتيره محمد صلاح، بس يعني طبعا يمكن الاهتمام بيكون طول الوقت اكبر بالرجاله من الستات. بالمناسبه مش في مصر بس، برضو عشان ما نكونش يعني قدامنا على الشاشه ده صوره الحوار من على الويب سايت الرسمي للموقع الاتحاد الدولي فيفا، يعني انه فيفا تعمل حوار مع لاعبه كره قدم مصريه، ده بجد ده في حد ذاته يعني انجاز. يعني لا هي وصلت لمكانه كبيره فعلا. كنت كمان قريت لها حاجات كتير كانت بتتكلم فيها عن محمد صلاح وان هي بتحلم ان هي تبقى حد مهم زيه يعني طول الوقت. لا ساره عصام طبعا نموذج مشرف، وتحديدا يعني ارجع اقول لك هي كمان كره القدم، يعني احنا شوف عندنا نماذج كتير مشرفه في العاب اخرى كتير طبعاً. انما كره القدم تحديدا لا ساره عصام يعني متفرده جدا، يعني متفرده جدا. طب لفت انتباهك ايه في الحوار؟ لان هي اتكلمت عن التحدي والاختيار، طموحات واحلام، والطموحات والخطوات الاولى بالنسبه لها، ويعني وكمان في كمان كلام عن الاختلافات ما بين الحياه من مصر وانجلترا كانت اتكلمت عنها، لانه زي ما احنا عارفين انه الغربة نفسها صعبة، فتخيل بنت وقاعدة في بلد يعني مش بلدها وبتلعب لعبة عنيفة إلى حد ما، فلا يعني التكوين كله والمشهد العام كله لا يدعو للفخر جدا طبعا. أكيد. عندنا كمان في الحوار كانت بتتكلم عن رحلة يعني صعودها زي ما بيقولوا، كانت بتلعب مع أخوها ومع أولاد، يعني لا الحوار شيق. وكمان في كمان كلام مهم للي عايز يبقى عنده طموح زي سارة. هي أول لاعبة مصرية وعربية بتلعب في الدوري الإنجليزي. هي كمان يعني أنا هي سنها كمان أعتقد مش كبير يعني صغير. هي احترفت في 2017 صح كده زي ما هو جاي في مظبوط، اول امراه مصريه وعربيه تلعب في الدوري الانجليزي للممتاز للسيدات عام 2017 بالظبط. فانت بتتكلم احنا في 2020 بقى لها 3 سنين والحوار ده جديد، فده معناه ان هي نجاحات مستمره. هو يعني الحوار على فكره جاي بمناسبه ان هي تمت عيد ميلادها ال 21 سنه. انا اقصد اقول لك ان هو يعني هي لازالت في الصوره بالظبط، يعني لازالت في الصوره، وموقع فيفا ده طبعا يعني هو يعني هو ما فيش حاجه قبل ولا أعلى. بعده يعني اعلى مؤسسه دوليه والمؤسسه الرئيسيه اللي بتدير الكوره في العالم كله. طب هي موجوده حاليا في مصر في الحجر الصحي في القاهره، واتكلمت على هذا الامر ويمكن أسند بشكل كبير جدا على الإجراءات المتخذة حاليا في مصر ومن خلال الحكومة لمحاربة فيروس كورونا. بص لما واحدة تكون قاعدة في إنجلترا عايشة في إنجلترا واللي هي بإمكانيات بلد زي إنجلترا وتيجي مصر، بالمناسبة هي مش بالضرورة تكون منحازة لمصر عشان هي مصرية، لا هي بتقول كلمة حق أو شهادة حق شافتها بعينيها يعني. حقيقي. الكلام عن الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا مش خارج من المصريين بس، لا يعني احنا شفنا منظمة الصحة العالمية كمان. شفنا تقارير أجنبية كتير بتشيد بالأداء الحكومي في مواجهة كورونا. فسارة عصام يعني زي ما بيقولوا أكدت الكلام أكتر، ولما تكون شهادة
كمان من حد، لا انه اكيد ليها متابعين بره، يعني صار احنا هنا عشان هي مننا فاحنا بنتابعها، وبره كمان ان هي حد متفرد فهي بالتالي هتلاقيها ليها فولورز كتير. ف ساره يعني نموذج مشرف جدا، وكلامها عن الاداء الحكومي طبعا يعني يحسب لهم ويحسب لها يعني. طيب نورهان كمان هي قالت حاجه مهمه، يعني ساره قالت حاجه مهمه جدا في الحوار، قالت ان هي بتدرس الهندسه المدنيه في انجلترا على هامش نت، بتلعب في نادي ستوك سيتي، لكن بتبدا يومها بشكل مبكر، بتعد وجبات الطعام بنفسها، بتبدا يومها من الساعه 6 الصبح، بتستقل القطار من مكان منزلها الى الجامعه، والجامعه موجوده في مدينه اخرى غير مدينه ستوك اللي هي موجوده فيها مدينه ستوك سيتي. فبتتكلم عن معاناه بتعيشها بشكل يومي، فكره التمرين في مدينه ستوك سيتي، السفر بالقطار للمدينه اللي فيها الجامعه، بتدرس الهندسه المدنيه، ودي دراسه صعبه عايزه تركيز كبير. بص، كل التجارب اثبتت انه الانسان لما بيكون مرفه ما بيعملش حاجه تمام، هي بتفطر في القطر كمان لو الوقت ما اسعفهاش. انا لا، دي كمان بتقول ان هي بتعمل اكل، انا كنت عايز اقولها بتعملي امتى يعني، انا ما يعني ما بدخلش مطبخ خالص، ما بلحقش يعني. حتى دلوقتي خالص في الفراغ ده خالص. تمام. فيعني فكره انه الشخص لما بيكون مرفه الى حد كبير مش بيبقى عنده الدوافع كتير ان هو يبقى عنده طموح او يثبت حاجه. ساره وطبعا محمد صلاح ونماذج كتير جدا، محمد ابو تريك نماذج كتير جدا جدا في الكوره، كره القدم تحديدا، هتلاقيها كلها على فكره نماذج عالميه يعني. هو نيمار وميسي، وميسي كان 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 طفل بيعاني من توحد، فيعني انت في النهايه صح. قدام طبيعه بشريه بتقول انه الشخص لازم يكون الى حد ما مضغوط شويه عشان يبدا يعني ينجز يعني. أكيد. فساره الانجاز اللي هي عملته لا مش من فراغ، لانه طول الوقت الشخص اللي في ظروف ساره هتلاقيه بيحقق انجازات اكتر طول الوقت طول ما هو ماشي يعني. تمام، دي كانت جزئيه مهمه جدا في البدايه، كان واجب علينا ان احنا نبدا الفقره الحواريه بحديث مهم جدا لنجمه من نجمات الكره النسائيه في مصر ومحترفه في الدوري الانجليزي ساره عصام، ولاعيبه ستوك سيتي الانجليزي. لكن ما بالكم بقى لما موقع الاتحاد الدولي فيفا عبر الويب سايت يقول ملكه ستوك سيتي المصريه موجوده في الدوري الانجليزي، فكان لازم نلقي الضوء على هذا الحوار. طيب في ملفات مهمه جدا عايز اسمع رايك فيها، لان بالتاكيد على مدار الاسبوع كصحفيه واعلاميه اكيد درستيها وناقشتيها وشفتيها. اولا ملف اللاعبين الاجانب، فجاه الموضوع ظهر على الساحه كبر. وكانت البدايه من خلالكم بصراحه، من خلال موقع اليوم السابع الزملاء الصحفيين اللي بيغطوا الاتحاد، خدوا استطلاعات اراء اللجنه الخماسيه، وكانت المفاجاه اللجنه الخماسيه عايزه تطبق المنشور ده للموسم الجديد، واصلا اللجنه مش عارفين هتقعد الموسم اللي جاي ولا مش هتقعد. من خلال بقى وجودك داخل المطبخ شايفه التفاصيل ازاي؟ بص، هو فيما يخص القرار ده تحديدا احنا يمكن قلنا انه مش جديد، التركيز عليه ممكن يكون ليه علاقه بالتناول الصحفي نفسه. تمام. احنا تناولناه بشكل موسع جدا في اليوم السابع، وطبعا يعني حابه اشكر الزميلين محمد مراد وحاتم رضا ان هم المسؤولين عن اخبار اتحاد الكوره. اشتغلنا عليه بشكل موسع جدا، ردود افعال الانديه حوالين القرار والقرار نفسه من امتى، ولا يا جماعه القرار ده مش جديد، ويعني تغطيه شامله للموضوع. خلينا نقول انه القرار مختلف، يعني تباين الاراء حواليه مختلف. هتلاقي الانديه اللي معاها فلوس مش عاجبها القرار، والانديه شويه اللي ماديا متعثره الى حد ما يعني من جوانب البركه يا جامع. فانت قدام يعني تنافر في النهايه، كل واحد ليه وجهه نظره، وحقيقي ما تقدرش تقول انه هي دي وجهه النظر الصح مليون الميه. يعني احنا لو احنا بنتكلم عن احتراف، ما هو الدوري الانجليزي والدوري السعودي، يعني حتى مش هقول لك دوري انجليزي، الدوري السعودي مثلا. مظبوط. هو اسمه الدوري السعودي للمحترفين. تمام. كان هدفهم ان هو يبقى شكل نفس شكل الدوري الانجليزي. حلو. طيب هل انجلترا نفسها مش بتعاني من ده؟ بتعاني، لان هما بيقولوا لك انه يعني المعترضين على طول الوقت بيقول لك انه بيأثر على منتخب انجلترا، منتخب انجلترا فعليا على المستوى القاري بقاله فتره كبيره جدا بعيده عن الانجازات يعني. بالظبط. فبرضه في نفس الوقت، طب ما هو الدوري المحترفين بيدخل اقتصاد قائم وبيدخل عائد ودخل كبير، فهي حسابات ومتشابكه جدا. انت قصاد قرار يعني خلاص هو صدر، يعني ما الكلام حواليه هيبقى مجرد رأي او يعني استطلاعات زي ما بيقولوا،
كون بقى انه اللجنه اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه المؤقته اللي بتدير اتحاد الكوره يعني تقدر تنفذ القرار للنهايه يعني انا بس هو ما كانش قرارها. لا ما كانش قرارها، ما بقول لك هو كان قديم يعني قرار الاداره التنفيذيه السابقه بالظبط. لكن انا اللي استغربت منه ان هي عايزه تنفذ قرار بتدافع عنه قوي، بتدافع عنه قوي، وهو اصلا القرار فيه عوار كبير، يعني حتى القرار مش واضح في تفاصيله، في حاجات واضحه وفي حاجات مش واضحه. موضوع مثلا يعني انا مثلا بتكلم على موضوع اللاعبين الاجانب، لا اللاعبين شمال افريقيا مثلا تمام، فجاه يعني فكره ان انت تبقى من يوم وليله انت اخويا وبعد كده بعد بكره لا انت خلاص احنا هنتعامل معاك على انت يعني غريبه قوي. واصلا يعني لو اتكلمنا عن التعامل مع لعيبه شمال افريقيا من البدايه كمحليين فالكلام يطول جدا فيها، يعني ايه اللي يخليني يعني انا شخصيا ايه اللي يخليني اتعامل مع اللاعب بتاع شمال افريقيا على ان هو محلي عشان هم كمان بيعاملوني. يعني احنا ما عندناش فكره الاتحاد الاوروبي، يعني يمكن انا حتى كنت اتكلمت معاك في الموضوع ده، ما عندناش اصلا حاجه قائمه زي اوروبا الاتحاد الاوروبي، فبناء عليه بنبدا نتعامل نظريه قائمه لفتره طويله. بالظبط، دي مش موجوده لا خالص. يعني احنا الدول العربيه اشقاء طبعا وكل حاجه، بس يعني ما فيش اي كيان كبير سواء اقتصادي او سياسي طبعا باستثناء جامعه الدول العربيه يعني، بس قائم حتى الان وليه فعاليات كبيره او فيما شابه ذلك، عشان احنا اصلا كنا نفكر ان احنا نعامل لعيبه شمال افريقيا ان هم محليين. بس بالعكس، ده هي موجوده بس احنا خدنا جزء منها وسيبنا الباقي. يعني انت المفروض مصر عضو في اتحاد شمال افريقيا تمام، المغرب والجزائر وتونس بتستفيد ببعض المقترحات اللي الاتحاد الاقليمي ده بيطلعها تمام. انت هنا في مصر خدت منها جزء السنه اللي فاتت او السنه دي، من السنه الجايه عايز تترك الجزء ده، مش عايز تنفذه. هو انت بالظبط انت بس خدت فكره التعامل معاهم كمحليين صح كده، والنهارده والنهارده انت خلاص ما خلاص انت لغيت ده تخبط. يعني انت لما يبقى عندك لاعب ما يبقاش عارف هو مصيره ايه، ده نوع من انواع التخبط، يعني خصوصا كمان انه الفتره نفسها قصيره، انت بتقول سنه واحده فلا طب يعني يا تكمل يا ما كنتش خدت القرار من الاول. ولما مش هتاخد القرار من الاول وهترجع عليه الفتره الجايه، انت لما رجعت عنه طب السنه الجايه اللاعب الشمال الافريقي ده هيعتبر لاعب شمال افريقي كوتا لوحدها غير اللاعب الاجنبي، مش هعتبره لاعب محلي بس هيبقى كوتا غير اللاعب الاجنبي، ما تقلش. ما هو وتيجي تسال المسؤولين نفسهم يقول لك لا لسه والله ما كلمناش في الموضوع ده. طب هل اللجنه الخماسيه الحاليه اللي بتدير الاتحاد هتبقى موجوده اصلا في الفتره اللي هيتم تنفيذ فيها منشور قيد للموسم الجديد؟ ما اعتقدش. طب بتناقش ليه؟ ما هو برضه ده نوع من انواع التخبط. عارفه انت الدائره اللي بتدوري فيها لو انت عايزه برضه تجيبي وجهات نظر مختلفه، ما هو ده السؤال اللي ممكن يطرح برضه، طب انت بتناقش ليه؟ وهو لا يعني هو اصلا هم اسمه يعني التايتل بتاعهم لجنه الخماسيه المؤقته التي تدير اتحاد الكوره بعدد من الملفات المحدده من قبل الفيفا. فحاليا اصلا يعني ايه الصلاحيات وايه والى اي مدى هم اصلا مستمرين علشان يفضلوا بيصدروا قرارات في وقت زي دوت. بالمناسبه يعني انا ما اعرفش هل كورونا جت بالنسبه، هل هم نفسهم بالنسبه لهم كورونا دي جت في صالحهم ولا ضدهم، انه حاليا ما فيش نشاط تمام. بس اوريدي لما كان في نشاط كانوا هم يعني اللي بيطلعوا كل القرارات. فتيجي بعد كده تنتخب مجلس او اتحاد كوره جديد فيبدا يقعد يبص في القرارات اللي فاتت ويبدا يغير. طب احنا يعني عملنا ايه؟ يعني احنا عملنا ايه؟ هو مش الهوم ورك بتاعه على فكره، يعني هو الواجبات بتاعته لائحه النظام الاساسي، انتخابات، تسيير اعمال، تسيير الاعمال بالظبط، لكن مش مسابقات ولوائح موسم جديد شؤون لاعبين والكلام ده كله. ممكن يكون هم متوسمين يكملوا، بس هي في نقطه ممكن يكملوا لو ما فيش انتخابات. ما انا بقول لك هم ممكن يكون فيروس كورونا ده ممكن يكون متوسمين يكملوا فتره اطول شويه من اللي كانت محدده. يعني ممكن يعملوا جمعيه عموميه فيديو كونفرنس؟ والله ممكن. يعني 98 نادي كم؟ 98 نادي اكيد طبعا فيهم نادي انديه مش موجوده في القاهره، فالنت اصلا في القاهره اساسا يعني بعافيه فنبدا لا يعني اكيد صعبه هتبقى يعني. صعبه صعبه طبعا. طيب فاذا ملف موضوع اللاعبين الاجانب لا في نقاش ولسه في كلام؟ لا طبعا لسه، لانه الأندية ما خدتش يعني في زي ما قلت لك في انديه مرحبه وفي انديه مش مرحبه، وزي ما قلنا المره اللي فاتت ما فيش رابطه
للاعبين. ما دي اكبر الازمات بالمناسبه، دي اكبر ازمه، اكبر ازمه يعني، دي لو موجوده هتحل حاجات كتير جدا. محدش هيناقش الكلام ده غير الانديه المعنيه مع الرابطه. بالظبط، وهو هيبقى اجتماع مصغر بيخرج بيه توصيات بيطلع للمسؤولين، والله احنا اتفقنا على ده. تمام. طيب في استئناف الدوري وعوده الدوري الممتاز، النهارده كان في اكتر من خبر بيتكلم على ان اتحاد الكوره اخيرا يعني اخيرا الحمد لله بيدعو اكثر من سيناريو لعوده بطوله الدوري، وان في عدد كبير من انديه الدوري الممتاز طلبوا عقد جلسه مع اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجلاني لمناقشه الوضع الحالي وفرص عوده استئناف الدوري. السيناريوهات النهارده كام في الشهر؟ والايه؟ النهارده كام في الشهر؟ النهارده بنتكلم في 18 ابريل. طيب قصه كورونا دي اول ما بدات الازمه كلها بقى لها قد ايه؟ بقى لها شهر اكتر كمان من شهر تقريبا، من 12 مارس تقريبا. احنا شهر ودلوقتي بيتكلموا عن السيناريوهات. تمام. يعني بص 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 التاخير، احنا شهر وحاليا النهارده انت بتقول الاخبار دي النهارده واللي احنا يعني شغالين على النهارده بيتكلموا في السيناريوهات. السيناريوهات دي احنا بقالنا مثلا اسبوعين بنشوف سيناريوهات في ديلي 40 يوم. لا لا لا، هم في جاب تأخير. في جاب في جاب كبير جدا. طبعا دي قرارات او يعني تفكير متاخر. سيناريوهات مش مستحيل، انت كنت ممكن تشوف كل اللي حواليك عملوا ايه واللي شبهك واللي مش شبهك عملوا ايه وتبدا تشتغل على الارض. فالنهارده انا شايف ان هم متاخرين جدا. يعني انت عارفه من شويه كنت بقرا مع الكابتن شريف عبد المنعم صحيفه زاسان البريطانيه بتتكلم على فكره خلاص بقى استئناف التدريبات يبقى ازاي، يعني هم خلاص موضوع استئناف المباريات حددوا مواعيد وحددوا سيناريوهات، لكن دلوقتي بيفكروا ازاي التدريبات ترجع. بالظبط، انت لسه بتفكر في الدوري يرجع ازاي. يعني مثلا من ضمن السيناريوهات اللي بتتقال لو الدوري رجع 10/6 هيخلص اواخر 8 وهيحط قبلها اسبوعين 3 لاستئناف التدريبات، ده سيناريو. ولو 15 مايو موعد استئناف الدوري، الدوري هيخلص مثلا في حدود حوالي اوائل شهر 8 6 صح كده. طيب انا عندي لعيبه بقالها شهر تقريبا ما بتتدربش مع بعض، ولسه هيبقى لها كمان صح كده 3 اسابيع او شهر تاني. وحاليا خلي بالك انت بتقول ده مش قرار، ده سيناريو. تمام. انا بقى اللعيبه دي اخدها كده من الدار للنار واقول لها يلا انا نرجع الدوري. امتى اللعيبه دي هيبقى عندها قرار رسمي عشان تبقى عارفه ان هي هتروح هتلعب او هتستأنف الماتشات، فبالتالي تبدا ان هي تستعد. على فكره الاستعدادات مش بجد مش بدنيه بس، استعدادات ذهنيه لا يعني الموضوع كبير واكبر من اعتقد يعني اكبر من التفكير اللي حاصل ده. يعني انت عارفه النهارده في الدوري الانجليزي بيتكلموا ان لو التدريبات رجعت هيبقى في مجموعات خمسة وخمسة وخمسة وبيتمرنوا في أماكن متفرقة عشان ما يكونش فيه اختلاط، وإن اللعيبة لما تيجي تروح التمرين تبقى بيتعمل عليها اختبار فيروس كورونا وهم في العربية قبل ما يدخل. رايحين بالزي الرياضي ما يخشوش أي غرف ملابس يغيروا لبسهم. فكرة إن أنت خلاص بتفكر في كل تفصيلة في التدريب بالظبط، دي بالظبط أنت التفاصيل دي هم بيفكروا فيها دلوقتي عشان السيناريوهات اللي إحنا لسه بنناقشها النهاردة. تمام، هم فكروا فيها من بدري. مظبوط، انت فاهم التسلسل. فاحنا عشان بس متاخرين شويه فالقرارات الرسميه بعافيه يعني. بعافيه. طيب موضوع كمان الشكاوي اللعيبه، لو في شكاوي اتبعتت من اللعيبه الفتره الجايه ضد بعض الانديه بسبب تاخير المستحقات او نسبه المشاركه، الاتحاد النهارده برضو من ضمن التصريحات اللي طلعت بس من مصادر يعني ما تمش اعلام مين اللي بيقول، ان اي شكوى هترسل لن يعتمد او لن يعتد بها، وفي الفتره الحاليه ما فيش في قول فصل في فكرة لو النادي تأخر أو في نسبة مشاركة اللاعب من حقه ولا مش من حقه. بص، هي في النهاية الجزئية دي بتعتمد أو بتتحدد بناء على أداء الإدارة، إدارة النادي نفسها. يعني لو إدارة بس لازم الاتحاد يكون له دور. ما هو بص، أصل الاتحاد هو هيقول لك إيه؟ هيقول لك أنا لو جيت على لاعب تمام؟ ما هو ده في النهاية يعني ده في النهاية أحد عناصر اللعبة. وفي نفس الوقت لو جيت على النادي ما انا عارف ان في تعثرات ماديه. تمام، خلي بالك برضو انا عايز اقول حاجه، يعني احنا عارفين انه اللعيبه الى حد كبير بتاخد ارقام يعني كبيرة. الناس العاديه ممكن تشوفها كبيره. بس هو برضو في النهايه شخص وليه عنده التزامات. فاهم، وكل ما دخله بيكبر على فكره كل ما التزاماته بتكبر. فهو مش معنى ان هو دخله كبير او عقده كبير فده معناه ان هو شخص مش محتاج للفلوس دي. انت فاهمني عايز يعني. فالجزئيه انه اتحاد الكوره بعيدا بقى او بعيدا عن اتحاد الكوره، بنتكلم على الانديه، على كل نادي ان هو يكون محدد اهدافه ومحدد استراتيجياته القادمه، لانه في النهايه دي ازمه يعني كل الناس محطوطه فيها. فلا، هو انا شايفه ان اللوم هنا هيكون على اداره النادي اللي سايبه لاعب
مش بتقعد مع، طب ما تقعد مع اللاعب، طب ليه توصله ان هو يقدم شكوى؟ اقعد معاه، ولو انت متعثر قول له انا متعثر وهيبقى هو لسه ما حدش قدم. انا بقول لك الاتحاد بيدي حلول او رايه اذا حصلت ده. ما انا بقول لك يعني هو انا عشان لا هو ده هيحصل يعني، ما ده متوقع ان ده ممكن يحصل طبعا، لانه في ادارات كتير مش هتبقى فعلا قادره تدفع للعيبه كتير او ممكن يكون في نقاش بينها وبين اللعيبه. ما ده اللي انا اقصده بقى، انه النقاش طول الوقت هو الحل. انت تجيب اللاعب عندك وتتكلم معاه وتبقى انت نفسك منظم عشان تقول له انه في جدول زمني لتسديد مستحقاتك دي. طيب فايلر ومتابعته لتدريبات الاهلي، شايف الجزئيه دي ازاي؟ وشفنا حتى امبارح علي معلول في حواره على شاشه قناه الاهلي مع الكابتن اسامه حسني، راح قعد في اسكندريه مكان مهيأ ممكن يعمل فيه تدريبات، سواء في الجيم، حمام سباحه، ملعب كمان جوه الاوتيل. بص هو فايلر انا يعني وجهه نظري طول الوقت يعني، يمكن حتى بعد ما بعد كام ماتش قاد فيه النادي الاهلي يعني، انا منحازه شويه للمدرب ده لسنه، سن ريني فايلر سنه قريب مخليه عنده طول الوقت الدوافع ونشاط اكتر من ان هو يكون خبره، وفي مدربين كبار وخبره بس زي ما بيقولوا شبعوا. ففايلر ما شبعش، فايلر لسه عايز عنده كتير قوي يقدمه مع النادي الاهلي. هو عارف كويس جدا جدا انه الفتره الحاليه فتره حقيقي اشبه بكابوس بالنسبه للكوره، ده حقيقي واشبه بكابوس بالنسبه للعيبه اللي مدفوع فيها ملايين وزي ما بيقولوا كده قاعده ما بتعملش حاجه. فانت متخيل قاعد كام مليون عندك قاعدين في البيت وما بيعملوش حاجه ومش بيتدلعوا، لا ده هم غصبا عنهم، وانت في نفس الوقت مش قادر ان انت تجبر حد لانه دي مسؤوليه كبيره. ففايلر انا شايفه ان هو يعني لا ماشي بخطه كويسه في متابعاته للعيبه وفي ازمه كورونا دي تحديدا، تمام، بشهاده طبعا اللعيبه زي ما انت قلت نفسها يعني. طيب تصريحات معلول رصدتيها ازاي؟ وامبارح انا شفت بصراحه اهتمام كبير جدا من كل المواقع الرياضيه لتصريحات علي معلول، وتصريحات انا يمكن اكدت على ده النهارده في اكتر من جزء في الحلقه، تصريحات للمستقبل. بص انا شايفه ان علي معلول لاعب ذكي، واللاعب الكوره طول الوقت احنا عندنا نوعين من لعيبه الكوره، في لاعب هو مش بيعرف يكون متحدث لبق يعني جدا، تمام، فتلاقيه في الملعب عظيم يعني لاعب عظيم جدا، بس انت لما تيجي تقعده شويه في استوديو فيبدا ايه هو يعني ما يبقاش عارف يتكلم قوي. شفنا ده الفتره كتير الأخيرة. لا كتير، وبالمناسبه يعني مش عايز اقول الاغلبيه يعني، معظم لعيبه الكوره بتبقى كده. فعلي معلول يعني علي معلول مش كده، علي معلول شخص ذكي متحدث لبق، فاهم طبيعه جماهير النادي الاهلي كويس جدا، عارف انه شعبيه الاهلي يعني، وهو بقاله من 2016 من 4 سنين فيعني تقريبا خلاص يعني، هو بالزبط. اكيد حفظ مصر واكيد حفظ طبيعه جمهور النادي الاهلي، هو يعني عاطفي واتكلم كلام عاطفي كويس، واتكلم كلام كمان عقلاني كويس يعني. هو يعني لما اتكلم عن مثلا سعد ماتش سان داونز تحديدا يعني، هو قال انه يعني كان ظروف واصابات وحاجات فيما شبه ذلك، وسعد سمير اللي هو اللي استقبلني، لا يعني هو كان الحديث كله شق عاطفي وشق عقلاني، فكان طالع لا هو فعلا من افضل اللقاءات اللي اتعملت يمكن معاه هو كمان تحديدا يعني. تحديدا بالظبط كده. طيب كلمه اخيره لو تحبي تختمي بيها حوارك. كلمه اخيره، اتمنى ان شاء الله رمضان يدخل علينا يعني والوضع يكون افضل ان شاء الله باذن الله، وباذن الله يعني نشوف بقى كوره باذن الله قريب لما الوضع بقى يبقى افضل يعني، لان الكوره فعلا وحشتنا يعني. نوران انا بشكرك، شكرا يا وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا، ونتمنى يا رب الفتره الجايه يكون في ظروف وامور احسن من الفترات اللي فاتت يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. النهارده قدر الامكان حاولنا نواكب الحدث اللي احنا عايشين فيه في الفتره الحاليه بسبب موضوع فيروس كورونا، وبنشوف المستجدات بالنسبه للمرحله اللي جايه. كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.